بنتحركوا من البيت نحب نقول لكم اخبار الجو ايه، مع اننا ما وصلناش لبدايه فصل الصيف، احنا لسه في فصل الربيع، لكن عايزه اقول لحضراتكم ان الجو نار نار اهو كده من الصبح بقولها. خبراء هيئه الارصاد الجويه بيتوقعوا ان النهارده هيكون طقس اليوم السبت معتدل في الصباح الباكر، شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه والشرقيه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحراره ليلا على كافه الانحاء. طب تعالوا نشوف درجات الحراره العظمى والصغرى المتوقعه. خليني ابتدي ببعض محافظات الجمهوريه. هنلاقي ان القاهره النهارده هتكون العظمى 36، اما الصغرى 23، الاسكندريه 30 21، الاسماعيليه 36 22، الغردقه 37 27، المنيا 37 24، سوهاج 39 25، اسوان خلاص عدت ال 40 بقت 42 العظمى، اما الصغرى 29. زي ما انتم شايفين درجات الحراره سواء بتكلم على العظمى او الصغرى مرتفعه، يعني في القاهره لما تبقى الصغرى 23 لا ابتدينا نحس بارتفاع درجات الحراره. طب نشوف بقى المدن والعواصم العربيه والعالميه، فهنلاقي ان الرياض بقت 43 العظمى، الصغرى 29، ابو ظبي 41 30، انقره 23 13، لندن 21 10، واشنطن 23 12، باريس 25 12، اما بكين ف 27 17. زي ما قلت في الاول، مع ان احنا لسه في فصل الربيع، لكن من الواضح ان التغيرات المناخيه، ارتفاع درجه حراره الارض 1.5، ده عمل تاثير كبير، فبقى الربيع ما بنحسش بيه غير مثلا يومين ثلاثه يعني، او يعني انا مبالغه شويه، يمكن اسبوع 10 ايام يعني بالكثير. طيب بقى تعالوا بقى مع الحراره دي ننشط شويه، نعمل شويه رياضه، تمارين خفيفه على الصبح تقدر تعملها وانت في مكانك في البيت او في اي مكان، حتى لو في مكتبك عايز مساحه صغيره وتقدر تعمل التمارين. تعالوا نتابع.